احنا بنناشد وبنناشد المؤسسات العالمية والحقوقية انها تردع هذا الاحتلال، لانه هو يقمع ويهجر وكذلك يهدم البيوت، واصحاب البيت يعني ما في لا اي سقف يظل ولا في ارض، ولكن نقول حسبي الله ونعم الوكيل والمال معوض والحجر ليس اغلى من البشر. نحن في هذه المناطق نحن مرابطون وكلنا مستهدفون، وكل إنسان يمكث ويعيش على هذه الأرض في ضريبة راح يدفعها، ونحن وإن هدموا بيتا بنينا بيوتا وسنظل صامدين بإذنه تعالى، حتى لو ذهب الشجر والحجر سنبقى ها هنا، سنبقى في وطننا بإذنه تعالى. Yeah.